خد بالك لما يعني الحظ كده يبتسم لك ويبقى ضيفك أستاذ دكتور في التغذية، فتذكر قدامه اسم محل للأكل فيقولي ده تاكل عنده كأدة حلوة، فخلاص أنا كده هروح له كل يوم، يعني الموضوع منتهي. طيب خلونا الأول نرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو الأستاذ الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث. إزاي حضرتك يا فندم؟ أهلا وسهلا، منورنا. شرفنا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين جميعا. دكتور حسن، هو إحنا عاداتنا الغذائية سليمة ولا غير سليمة؟ هل إحنا ماشيين كمواطنين وأسر في الإطار أو في الخط السليم ولا لا؟ هل نحن نهدر ولا لا نهدر؟ إحنا فين يا فندم؟ إحنا في تغيرات حصلت كتير قوي. والعادات الغذائية هي المفروض عبارة عن إيه؟ عبارة عن السلوكيات والممارسات اللي أي شعب أو أي أفراد أو أي مجتمع بيمارسها. بيمارسها إزاي؟ فيما يتعلق بالغذاء، ازاي بيحضر الغذاء، ازاي بيتناول هذا الغذاء، ازاي يصنع هذا الغذاء، وبناء عليه بيتصف هذا المجتمع وبيشتهر بغذاء معين. زي مثلا عندنا مثلا الطعميه، بما اننا بنتكلم عن الطعميه، فحضرتك الطعميه مثلا عندنا في مصر بتتعمل من فول وخضار وخضره، وبعدين بتتقلي فيه الزيت وتتاكل بعد كده. نيجي برضو طريقة التحضير، هي اسمها فلافل بقى في الشام. بدل ما يستخدم فول يستخدم حمص. وبرضو ضيف عليها الخضروات بتاعتها ويعملها بطريقة تانية. الملوخية مثلا عندنا مشهورين احنا قوي بالملوخية، مشهورين بالفول المدمس. دي العادة الغذائية بتاعتنا، وعادات الغذائية بتاعتنا جميلة جدا. لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة حصل تغيرات كبيرة جدا نتيجة تأثير العولمة والسفر الناس من مكان إلى آخر، فدخل علينا أغذية أخرى غير الأغذية الشعبية المصرية أو الأغذية الأصيلة، زي حاجة بيسموها الفولكلور الغذائي اللي بيتصف بيه الشعب المصري. حاجة جميلة جدا، حاجة جميلة. يعني آباءنا وأجدادنا الفراعنة كان ليهم غذاء جميل جدا جدا. بنوا الأهرام دي إزاي؟ وصلوها إزاي؟ حفروا قارة السويس ازاي؟ ما دي حاجات جميلة جدا. طب ازاي عملوها؟ كانوا بيتغذوا غذاء صحي متوازن بيشترط فيه كل المواصفات متوفرة فيه. طب احنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل عندنا ان احنا خدنا عادات غذائية مش بتاعتنا، بتاعت الغرب، اللي هي الوجبات الغذائية السريعة اللي بياكلوها، وللأسف الشديد عبارة عن دهون، عبارة عن مواد غذائية لا تسمن ولا تغني من جوع. للأسف الشديد مفيش قيمة غذائية بتاعتها. فين القيمة الغذائية بتاعتها؟ أما أخد أنا سندوتش همبرجر، أخد سندوتش شاورما، الشاورما الراجل واقف طول النهار على باب المطعم بيقطع بالسكينة، والشاورما متعرضة للأتربة وعوادم السيارات والأتربة والكلام ده كله. الراجل نفسه اللي واقف يبيع ده، اللي بيقطع ده، مفيش، ما بيلتزمش بالشروط والمواصفات الصحية اللي هي المفروض تكون في البايع. الحاجة التالية اللي استجدت برضو علينا، عربيات الكبدة والسجق، كانش عندنا الكلام ده خالص. كبدة وسجق موجودة لا تراعى فيها أي شروط صحية. الله يعلم المصدر بتاع السجق ده عبارة عن إيه، جاي منين، هل من عوادم اللحوم أو مخلفات اللحوم زي ما بيقولوا، هل هي بعض الناس يقول ده دم مجفف وتم تصنيعه، يقولوا كده على الكبدة، يقولوا كده على الكبدة. ويخشوا بقى في مجالات وبعدين يتحط في عيش فينو، وبعد ما على العيش الفينو ياخد كمية كبيرة من المخللات أو من الحاجات الحادقة عشان يحدق، وبعد ما يحدق عايز يحلي، ياخد إيه بقى؟ ياخد إزازة سيفن، إزازة بيبسي، واخد إيه؟ الحجم البيك سايز، مش هنقول الحجم الأنواع الكبير، مشروبات غازية، مشروبات غازية. خلاص عايز بقى يحبس، يحبس بإيه؟ ياخد له كوباية شاي. هنا الطامة الكبرى، بعد الأكل مباشرة دخل التنينات اللي موجودة في الشاي. لو كان في شوية حديد في الكبدة اللي أنا خدتها دي، هيروح واخد ارتبط بالحديد وقلل استفادة الجسم منها. طيب دي تنفع؟ لا تنفع. وللأسف الشديد معظم الشباب بتوعنا بدأ كله
صيحة جديدة بقى، ما يأكلوش في البيت، ما يتناولوش طعام الإفطار. طب ليه ما تتناولش طعام الإفطار؟ ده طعام الإفطار ده الأكل الصبح، الفطار الصبح ده، ده مهم جدا، هيديك الطاقة. الطاقة هتعمل لك إيه؟ هتديك الأنشطة كل اللي هتقوم بيها، هيمنع عنك التعب، هيمنع عنك الصداع، هيظبط لك سكر دم، ما يحصلش هبوط في وسط النهار لغاية ما تيجي تفطر الساعة 2 الظهر ولا الساعة 3 الظهر. طب ليه؟ طب ما ناخد. طب واخد منين؟ يلاقي عربيات، عربيات بقى اللي في الشارع زي ما قلنا، عربيات الفول الطعمية، عربيات المكرونة والكشري، عربيات السجق والكبدة. هو أكل مصري هو مكرونة وكشري، وإن كان الكشري أصلا جاي من الهند يعني، بس فول وطعمية مصري اهو، مصري وبصل بس وصلطة. بس يا ريت شروط اللي احنا بنتكلم، للاسف شديد التداول بتاع الطعام نفسه، لازم راجل على الاقل يكون لابس حاجه في ايديه. انا بشوف راجل بيعطس ويكح وبعدين بيعمل سندوتش، ما هو فيش مشكله، شعره ده اللي نازل ده، ليه ما يحطش حاجه في دماغه؟ ليه ما يلبسش مرياله عشان ما يلزقش فيها الحاجات بتاعت اللي هو بيحضرها؟ ياخد شهاده صحيه. شهاده صحيه فين؟ فين المتابعه؟ مفيش أي متابعة للكلام ده. طب ما أنا عندي صحة الناس اللي هتاكل ده، لازم أراعي صحة الناس، هتاكل إزاي وتشرب إزاي وتعمل إزاي. يبقى أكل من مكان أو مطعم موثوق منه، نظيف، بيتراعى فيه الشؤون الصحية. طيب الحاجات اللي هي بيحضروها دي بيحضروها إزاي؟ ياخد بقى الزيوت المهدرجة وياخد الدهون المشبعة، هتعمل لي إيه؟ هترفع الكوليسترول الضار في الجسم، لما ترفع الكوليسترول اتصال بالشرايين، وبعدين امراض القلب. طب ليه كده؟ انا هيجي لي زفحه دلوقتي واحنا بنتكلم يا دكتور، لان انا مدمن اكل شوائي، انا بلف على اي حاجه في الشارع تلاقيني قاعد كده، عربيه كبده دي بيقول حلوه، اروح رايح عربيه اللي ما هي للاسف جاذبه جميل. وانا برضو مش عاوز اللي هو عشان الناس ما تفتكرش انه يعني برنامج التاسعه يعلن الحرب، عارف انت فؤاد المهندس زمان قال لك سلطنه بورنجا تعلن الحرب على محلات الكشري، المساله مش كده، هي المسألة كلها اللي بيتكلم فيها دكتور حسن متعلقة بإنه إحنا ناكل، بس اللي بيحضر الأكل يلتزم باشتراطات صحية، بالمصدر السليم للأكل إلى آخره. ولا أنا في ذلك الكلام، لأن أنا برضو ذهني بدأ يروح لفين، إنه هل ده هو السبب وراء حالة الكسل والوخم اللي تحس كده إنها مخيمة على شبان زي الفل، يعني تلاقي عنده 18 19 سنه بس نايمان على نفسه، عنده 25 سنه قاعد على المكتب عامل كده وبتاع، انا ما نمتش. يعني انت نمت الساعه كام؟ يقول لك انا نايم بدري بس بصحى تعبان، حاجات كده يعني. هروح للفاصل ونرجع مره تانية للدكتور حسن حسونه، واحنا بنتساءل هل طريقه الاكل والتغذيه الخاطئه تؤدي الى وخم او تكاسل، مش بس بقى تصلب الشرايين انت يومك بيبقى بايظ، في حاجه غلط حاصله ليه بقى؟ هنفهم. فاصل ونكمل الكلام. طب خلونا اولا نجدد الترحيب مره تانية بدكتور حسن حسونه، استاذ التغذيه بالمركز القومي للبحوث. يمكن انا فاضل لي اربع دقائق عايز افهم فيهم، هو احنا انماطنا الغذائيه ممكن تؤدي الى ان انا ابقى مكسل وموخم، اصحى من النوم تعبان، حاجات زي كده؟ هو في اللي بيأثر على كده في عدة عوامل، من العوامل دي طريقة تحضير الأكل نفسه، هل هو مصنع أو معد أو محضر من خامات كويسة؟ هل زودوا فيه نسبة الدهون اللي فيه على أساس بتاخد وقت في المعدة وتعمل الكابوس بتاعها؟ من العوامل التانية الأخرى المؤثرة فيه اللي هو تناول الأكل بسرعة، لما تكون موجود في المطاعم كله بياكل كأنه في سباق، ما بيمضغش الاكل صح، وبالتالي الاكل بدل ما كان بيتقطع في هنا عندنا قواطع وعندنا طواحين وعندنا صح، وعندنا بالاضافه الى بعض الانزيمات اللي بتفرز في الفم، ما بتفرز بقى بيبلع وبناء على البلع بياكل من غير ما يدرى، بيحصل له تخمه فالمعده بتتملي، وعايز بعد ما خلاص وصل للتخمه عايز ينام مفيش حركه، لازم في حركه بركه، يروح شارب كوبايه الشاي اللي تحول دون امتصاص الحديد بالظبط فبرضه بيبوظ الدنيا فلازم، عشان احنا بنقولش ان ما ناكلش وما نعملش، لا احنا ممكن ناكل من مكان كويس موثوق فيه، لازم الحركه، لازم نتبع الاساليب بتاعتنا. يعني باخد الفاكهه مثلا، لازم اخد خضار وفاكهه. طب اخدها امتى؟ اخد الفاكهه قبل الاكل او بعد الاكل مثلا بساعه،
عشان الفكه اللي بتحصل ايه بتتهضم بسرعه، وبتهضم بسرعه بتبقى قاعده في المعده عقبال الاكل الثاني ما يتهضم، بتعمل اضطرابات في الهجم في الهضم. صحيح. وتعمل على بعض الاضطرابات الهضميه. طيب لازم اخد خضار، خضار حلو جدا، الخضار قلوي، واحنا بناكل معظم اكلنا حامضي، عندنا اللحم البي اتش بتاع الجسم بالظبط كده. يبقى انا بعمل معادله، مش هيحصل لي بقى حموضه، مش هيحصل لي حاجه، اتحرك اخد خضار كتير، في الياف غذائيه. الالياف الغذائيه بتعمل ايه؟ بتزود الحركه الدوديه للامعاء. صح. بتنبه الانزيمات المفرزه للانزيمات الهضمه، الغدد المفرزه للانزيمات الهضمه عشان تهضم الاكل اللي انا اكلته، بتمنع حدوث الامساك. حاجه جميله قوي، مفيش تطبل في البطن، بتسبب الاحساس بالشبع، فما باخدش كميه كبيره. ايه المشكله ان انا اخد خضار؟ طبق سلطه جميل كده حلو مليان، اخد في معظم الخضروات فيه. حاجة عظمة قوي، يعني كل صح هتعيش صح، هتشتغل صح، هتشتغل أكتر، هتكسب أكتر، هتحصل علم أكتر، يعني كل ده طلع في الأكل. خد بالك، طبعا أنا عاداتي الغذائية سيئة جدا لأن أنا باكل كتير وباكل حاجات كوليسترول وبتاع، فأنا يعني ما بقتش في سني يسمح بده. خليني الأول أشكر حضرتك جدا يا دكتور حسن، وخصوصا على النصيحتين، واحدة متعلقة بالطعمية واحدة متعلقة بالمشويات، فمطعم مش هنجيب سيرتهم، بس يعني إيه الدكتور حسن خلاص كده قال لنا عليهم شهادة جودة، فهننفذ النصيحة. أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للأستاذ الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث. كل وانبسط، بس فعلا كل عند حد نظيف وبيحضر مظبوط، وخلي اكلك متوازن، كل خضار. انا بقول لعيالي كل يوم ياكلوا خضار، ولا حد بيسمع كلامي ولا بيعبرني، مش عارف ليه. على كل، خلصت الحلقه لحد كده. ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، اما احنا لو كلنا العمر نقابلكم بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.